مرحبا شباب، اليوم عندنا فد موضوع. موضوع بسيط يعني، بس أغلبية الشباب إنه ما منطي فد أهمية أو ما منتبهين عليه، أو يعني موضوع ما حد مفكر بيه. الموضوع هو ساعات النهار للطيور عامة، مو بس البلابل. يعني اكو بعض الاصدقاء يقول يابا شو احنا البلبل مالتنا مو ما بي نشاط، يعني تغريده قليل او يشوفوه يعني كانه ما خامل وواقف على المشتم، قليل الحركات، ما يطق جناحات. يعني بصوره عامه البلبل ما بي نشاط، يعني تشوفه خامل تعبان، بس هو وضعه مو مريض، يعني ياكل طبيعي، يشرب، وظائف البقية عادي يسويهم، بس تباوع عليه انه خامل. هذا السبب يرجع الى ساعات النهار. احنا المفروض من عندنا، مو بس البلابل مثل ما قلت لكم، كل الطيور، نحافظ على البيئة اللي كانت عندهم بالبرية. يعني لازم نسوي له فد بيئة يعني تشبه الحياة البرية مالته من كل الجوانب، يعني مو بس الأكل والتنظيف والتشميس وغيره. بقت عندنا شغلة النوم، لازم ننطيه فد وقت خصوصية له انه ينام بيه. يعني ما يصير احنا اليوم خاليه مثلا بالهول او بالاستقبال او بغرفة الضيوف، خاف عندنا عرب يتابعونا حتى نوصل الفكرة لهم، وهاي الغرفة انه ضواها ما يطفى 24 ساعة وهو محطوط بيها. اذا طفى كلش كلش يطفى في 12 او بالوحدة او بالثنتين، وثاني يوم الصبح البردات مفتوحة وتطلع الشمس عليه، هنا ايش راح يصير؟ راح ينام له البلبل 3 ساعات 4. يعني هنا احنا سوينا بيه، دمرناه الدمر. يعني البلبل بقى صاحي هاي الفترة كلها، واحنا البشر نفسه هم نحتاج وقت ننام بيه ونرتاح بيه حتى نريح الجسم، وحتى يعيد نشاط الجسم، حتى الوظائف الجسم والخلايا كلها تشتغل من جديد. هنا احنا من سوينا هيك بالبلبل هذا راح يتدمر. يعني خليه سهران ما خليه ينام، بينما هو بالبرية إذا تجون على السالفة بالشتاء يعني ساعات الغروب بالستة يبدي، وبالصيف بالسبعة 7:30 إلى أن الفجر ثاني يوم. طبعا بالصيف تشرق الشمس 4:30 أو بالخمسة، وبالشتاء يعني بالستة، خلينا نقول بالـ5:30. شوفوا ايش قد ينام بالبرية، وشوفوا احنا ايش قد راح نخليه ينام. هنا هذا السبب اللي عدم نشاط البلبل. البلبل ما يغرد، او حتى شكله بصوره عامه، يعني تباوع عليه ريشه مكسر او ريشه تعبان، او هو اصلا البلبل تباوع عليه بصوره عامه تعبان. ان شاء الله وصلت المعلومه، وتحياتنا لكم.